السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز جدا لأنه بيديك فيديوهات وميوزيك موسيقى وصور تقدر تعمل بيها المونتاج للفيديو بتاعك. يعني انت عايز تزود مثلا صورة كده في الأول أو فيديو في الأول، مثلا بتعمل فيديو عن إتقان العمل فمحتاج فيديو صغير، فتقدر إن انت تختار مثلا تقول أنا عايز حاجة مثلا بالشكل دوت، فيبدأ يجيب لك صور كتيرة أو فيديوهات كتيرة تقدر تعمل لها داونلود وتقدر إن انت تشتغل بيهم عادي، تحطهم في الفيديو بتاعك بدون هو ملكي. وياكم مثلا عايزين الفيديو دوت، انا كنت فاكر الراجل، فخلينا نشوف حاجة تانية. نختار مثلا دوت اهو الفيديو اهوت، تقدر تعمل له درايف، تقدر تعدل عليه، تقدر تسيبه. طيب في حاجات بفلوس وحاجات ببلاش، في كتير جدا ببلاش. خلينا نشوف كده، خلينا مثلا هنا اخترت انا مثلا دوت ده فري اهو، اقدر اقول له انا عايز اعمل له داونلود بجودة عالية تمام اتش دي، او عايز اعمله 4K زي ما انت شايف. في حاجات كتيرة هاي كواليتي، تقدر في ناس كتيرة بتحمله عادي اهوت، في 3600 واحد حملوه. فيديو قصير هتحطه بس ايه في مقدمة الفيديو بتاعك تمام. فدي مثل ان انت بتحمل حاجة بدون حقوق ملكية، وتقدر ان انت تشير عادي، وتقدر انت تحطها في الكوليكشن بتاعتك، بحيث لو انت عايز تحمله في وقت تاني تقدر انت تحمله في اي وقت تاني وتقدر تعمله فيه. فالموقع قوي جدا للناس اللي هي بتشتغل في المونتاج، ان هو يقدر يلاقي فيديوهات كتيرة ببلاش بالشكل دوت، تقدر تعملها داونلود دايركت اهوت فري داونلود، وتحطها في قلب الفيديو بتاعك. بيقولك بما ان انت حملته ببلاش، مجرد بس تعمل لنا شير على تويتر او الفيسبوك او عايز تتبرع تبرع، يعني مش بيرتفع فلوس، لكن لو حابب ان تطور محدش هيقول لك لا.